هاي ال ال شو 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 بكرة طماطم شو 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 هذا بتخانق عليها غلط حط لهم اياها بالمي. شوف الجدة جاي هلا اجى هذا على طول. شوف 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 هذول عم يتخانقوا عليها. شوف هذا عم ركض والله هذا واحد عم بركض فيها في اثنين. شوف هذا هاي السلحفاة الافريقية الصحراوية افريكان سبور تايد تورتويز مستوطن الصحاري السوداني يصل وزنه إلى 80 كيلوغرام. يعتمد في طعامه على الخضروات والحشائش وتكاثر عن طريق البيض. هاي واحد يركب عليه. هاي إجا هاي إجا الكبار مع الصغار. هاي الكبار والصغار نقدر نركب عليه صح؟ آه طبعا. أنا بقدر؟ تقدري تقدري آه بتقدري. ومعاهم طبعا ومعاهم الريد إير ترابين. يعني في ترابين هدول الصغار اسمهم ريد إير ترابين. هدول تورتويز. آه هدول ترابين. هدول بعيش كمان قريبين من المي. تورتويز اللي هو هاي الأحجام. هدول الأصغر والكبار طبعا هم السلاح الأفريقية. هدول أحلى إشي. هدول بطلع من السلاح الأفريقية الصحراوية.